هنتكلم معاك كتير جدا في الكواليس كتير جدا، والنادي الاهلي ورؤيتك الفتره اللي جايه ايه ان شاء الله علاء. بس نطلع لفاصل مع علاء، تقرير مع علاء ونرجع تاني. من مواليد منطقة الجزاء وأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، قلب هجوم القلعة الحمراء السابق علاء إبراهيم. واحد من الأمثلة الرائعة للاعبين الذين انطلقوا من فرق مغمورة وعانقوا المجد بارتداء قميص المارد الأحمر. إبراهيم وسيد، إبراهيم على طول الكرة العرضية. ولد علاء إبراهيم في الأول من مارس عام 1975 بمحافظة المنيا، وبدأ مشواره الكروي من نادي المنيا، ثم انتقل لصفوف الأهلي في العام 1997، واستمر مع الفريق لمدة 5 مواسم حفر اسمه خلالها بحروف من ذهب، بعد أن سجل 73 هدفا في ظل منافسة شرسة في ذلك الوقت مع عدد من الأسماء المرعبة في هجوم المارد الأحمر مثل حسام حسن وأحمد فيليكس وأحمد عبد المنعم كشري. خلال مشواره مع الأهلي توج علاء إبراهيم بستة ألقاب، حيث فاز بالدوري الممتاز 3 مرات وكأس مصر 2، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا عام 2001. وواصل تألقه بعد الخروج من القلعة الحمراء، حيث لعب لأندية المصري وبتروجيت وسموحة والمصرية للاتصالات، كما خاض تجربة احتراف عربية مع فريق الوحدات الأردني الذي انضم لصفوفه عام 2005 على سبيل الإعارة من المصري مقابل $40,000 في أغلى صفقة إعارة في تاريخ الدوري الأردني حينذاك. ولم يخيب علاء إبراهيم الآمال المعقودة عليه مع الوحدات، وتوج رفقته بلقب هداف الدوري الأردني برصيد 14 هدفا. وعقب هذه الرحلة الموفقة عاد اللاعب ليتوج بلقب الهداف مرة أخرى، لكن هذه المرة رفقة فريق بتروجيت في الدوري المصري الممتاز موسم 2007-2008 برصيد 15 هدفا، ليترك بصمته كأحد هدافي الدوري المصري. وعقب إلقاء كلمة الوداع للمستطيل الأخضر لاعبا، اتجه القناص المنيوي إلى العمل في التدريب، حيث تولى تدريب عدة أندية كان من أبرزها نجوم المستقبل ودكيرنس وكفر الشيخ والزعفران والشرقية للدخان والحمام. علاء إبراهيم هدف من طراز رفيع ترك بصمة قوية في سجلات الكرة المصرية.